ان المغزى كان في الاتحاد الدولي ان الاتحادات مشاركه في الايراد مع الاتحاد الدولي وان الاتحاد الدولي هو اللي بياخد القرارات. اما المغزى عندنا كان ان الانديه المشاركه في المسابقه مع الاتحاد هم ملاك الحقوق، والانديه المشاركه في المسابقه والاتحاد هم اللي يبيعوا ويقرروا الحقوق. فده كان تطوير، وبعدين هذا التطوير بعتناه للاتحاد الدولي وافق عليه، يعني ما اعترضش. القاعده الجديده بقى اللي احنا عملناها دي اتعملت في امتى؟ سنه 2010، اللي هي ان الاتحاد مع الانديه مشتركين في الحقوق ويقرروا مع بعض. دي لسه معموله السنه اللي فاتت. اللي حصل ان احنا فوجئنا ان 10 انديه راحوا عملوا عقود جديده، وعملوها ايه؟ 3 سنين، يعني زودوا لنا الوقت بعد ما كانت الناس كلها بتصفي، وراحوا بقى بايعين بقى كل الحاجات اللي كانوا بيبيعوها لوحديهم كده. بص بقى، لا رجعوا للاتحاد حسب ما اللائحه بتقول، ولا رجعوا لزمايلهم عشان ياخدوا منهم موافقه ان هم يبيعوا فرادة الانديه، ولا اي حاجه. كل واحد باع